أنا؟ لك أنا؟ أنا؟ عم تستجدبني يعني؟ في حدا غيرك في البيت؟ لا والله. ما بدي أحكي بهدوء، بهدوء الضوء رح يطلع. وين كنت؟ وين كانت أراضيك رامي؟ الباب، الباب، خليني أفتح وشوف مين وبنرجع ونحكي بهدوء، طولي بالك. أنا بدي أفتح، أنا بدي أفتح. نسيت قداحتك عندي جار، بس أنا آسف على الوقت المتأخر، قلت لحالي هلأ طلع من عندي، ما معقول يكون نام، تفضل. شكراً، ليش أخي سامي هو كان سهران عندك بالبيت؟ كان سهران عندي وعم نلعب ورق، كل ما يجي ليطلع قل له كمان فتيه، دق تاني، ما بديك تقول عني حرامي قداحات. حبيبي بعد لي حما ظلمتك. بعدين بعدين، جوعان. تفضل جارنا تعشى معنا. لا لا أنا سبقتكم، بس هو اللي ما رضي يتعشى عندي، قال ما بياكل إلا معك. يا لقلبي إن شاء الله فورا. جاري. تخيل ربك يا جار. الله يفرج عليك مثل ما فرجت علي. لك حط بالخرج يا رجل، يا رجال لبعضها. حبيبي.